العافية لا تقدر بثمن، العافية من الأمراض، العافية من الهموم، العافية من الفتن، العافية من عذاب القبر، العافية من أهوال ومن عذاب يوم القيامة. في سنن الترمذي ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قام على المنبر فبكى ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: اسألوا الله العفو والعافية. وعليه الصلاة والسلام أمر أمته، لأنه خاف عليهم من الوقوع في الفتن وفي الذنوب وما شابه ذلك، فأمرهم أن يقولوا هذا الدعاء